سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. احمد سلك النهارده جه وزع علينا شوكولاته كلنا في الاستوديو، وبنقول له مبروك طبعا على الفيشه. طيب النهارده هنعمل الكيكه الجميله. دايما في الكريسماس وفي راس السنه بياكلوا كيكه بتبقى فيها دراي فروت كتير او فاكهه كتيره ومكسرات، بس هم حقيقي بيعملوها بحاجه احنا ما نعملهاش، يحط لها مش عارف عصير ايه او كاني ماني ايه، واحنا بنبدله بحبه برتقال فريش حلوين. يبقى بدل البرتقال كانوا هم بيحطوا حاجات تانية اللي بيقولوا عليه كونياك ومش عارف ايه وبتاع، لا احنا خلينا بلدي وشرقيين زي الفل. عندي كيكه الفواكه المجففه، عندي زبيب ومشمشيه ولوز وبندق، عندي زبيب ومشمشية ولوز وبندق ودقيق وكيك شيفس ورشة كربونات الصوديوم، رشة ملح، قرفة، حبهان، زنجبيل، زبدة، سكر ناعم، خمس بيضات، لبن، وعصير البرتقال. زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده الخامات قدامكم، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في الكيكه بتاعتنا الجميله. طيب هنا اول حاجه بعملها بجيب البرتقال، السكر مع البيض. اتفقنا مع بعض من زمان ان احنا بنكسر بيضه بيضه. عشان لو في واحدة فاسدة ما تبوظليش اللي انا كسرته كله. كده ابدأ اشغل، بسم الله الرحمن الرحيم. براحتك، عايزة تاخد راحتها. بمناسبة البيض، واحد صاحبي كان قاعد مع واحد محامي وجيب له ورق مهم جدا عشان شارع عربية تقريبا، وعايز يرخصها وحاجة زي كده، فكان قاعد مع المحامي فنسي ورقه بالليل وهو نازل، وصبح الصبح عشان يروح الشارع العقاري، فاتصل رن على المحامي قال والله المدام بتاعتي فوق هتحدفوا لك في كيس الورق اللي انت سايبه، ورق مهم جدا. فالست ربنا يكرمها عايزه تحدف للراجل الورق، فهي ساكنه في الساتر فهتحدف الورق ممكن يطير، فهي تقله بايه؟ فراحت جايبه كيس بلاستيك وحاطه فيه خمس بيضات وحاطه فيه الورق ورميها له. طبعا تتخيلوا ورق مهم اتحط معاه خمس بيضات واترمى من الساتر، تتخيل ورق بقى شكله. يلا لا في ناس بتبقى طيب كده هنا. يبقى هنا عايز دي تعلى شويه معايا. عندي كل المكونات دي، ادي حبان، زهرة الملح، جنزبيل، كربوناتو، قرفة. تعالوا بقى هنا هنشوف مع بعض الدراي فروت ده هنعمل فيه ايه.
دايما عايز الفت نظر حضراتكم ان دايما الناس بتشتكي لي وبتقول لي يا شربيني احنا لما بنعمل الكيكة ويكون فيها مكسرات المكسرات بتنزل والزبيب بينزل تحت. طب ادي شوية عصير شفتوا بقى ده عصير برتقال وادي شوية دقيق كده. ليه بقى كده؟ يبقى انا حطيت شوية عصير وادي بولة اهو كله مع بعضه. هنقل الكف الو صباح الخير يا احلى شيف في الدنيا. مين يا فندم؟ هشام البطل. عم هشام صباح الخير. صباح الفل. صباح كل حاجه في الدنيا في الدنيا يا عم هشام. والله يا باشا انا كل يوم كده الواحد يفرح اول بصبح اول مكالمه بفرح ان انا عندي باجي اول مكالمه سبحان الله. صباح الهنا يا صباح الهنا يا صباح كل حاجه حلوه في الدنيا. بس هو انا بفرح ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق عليك. الله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي قال اذا احب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحبه جبريل فينادي في اهل السماء فيقول يا اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبوه فيحبه اهل السماء. اللهم صل. ثم يوضع له القبوله في الارض فيحبه اهل الارض. ربنا يحبك في خلقك. الله يكبر بخاطرك في كلامك الحلو الجميل. والله يعني انا بصراحه والله يا شيف انا الاول بس من برنامجك الجميل ده بشكر اخويا وصديقي ربنا يقومه بالسلامه الاخ بدر العتيبي. يا رب يا رب يا رب ربنا يقوم المرض اللي هو فيه بشكره جدا جدا هو والاخ المحترم الاستاذ هاني الراش على سكتهم الغاليه اللي منحها لي ان الدنيا اتقلت الدروب بتاعت معاليك رابطه الشيف الشربيني. يا اهلا. على ما يعني فعلا انا سعيد بالحب اللي بشوفه من الناس اللي كلهم يعني حوالي 26,000 بيقولوا لي يا ريت تبعت لنا السلام للشيخ. ربنا يخليك ليا يا حبيبي اشكرك على اتصالك الجميل الف شكر. كده هنا حطيت الزبده يا استاذ وليد صباح الخير. السلام عليكم شفنا الجميل. يا صباح الفل يا استاذ وليد. وحشني يا فندم ازي حضرتك. يا صباح كل حاجه حلوه في الدنيا يا ابن عمي. منور الدنيا يا حبيبي والله. انت منورنا يا ليدا. صحتك عامله ايه يا فندم؟ في نعم والله يا وليد. الله يخليك. انا بص كنت عايز اقول لك على مفاجاتين بس. قول لي قول لي. بما ان انت عمي وابويا كمان. ده انت حبيبي يا وليد. الله يخليك يا فندم. شاعر اسكندريه الجميل. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد ميلاد حضرتك قربه يعني. حضرتك مواليد 1/1 وانا برضو للصدفه مواليد 1/1. اللهم صل على النبي صلاه النبي احسن. مواليد 1/1. انا جاهز لك طبعا حاجه جميله جدا حاجه فوق الوصف وبمناسبه عيد ميلاد حضرتك. ادي اول مفاجاه. اللهم صل على النبي صلاه النبي احسن. المفاجاه الثانيه انا بدات في كتاب الديوان الثاني على الكمبيوتر. اللهم صل على النبي. وجمعت كل القصايد اللي قلتها لحضرتك. الله عليك. لقيتهم 9 قصايد ومقامتين. ما شاء الله 9 قصايد وتاني ومقامتين حاجه كده شبه المسرحيه كبيره مقامه يعني طويله 4 صفحات تقريبا. انا فكرتها بصلتين فمعلش دماغي طبخ. مقامتين حاجه اسمها مقامه. دماغي في الطبيخ. دلوقتي جمعتهم كلهم في باب واحد وان شاء الله هعمله في باب مستقل اسمه الشربينيات. وان شاء الله لما انتهي من طبع الكتاب حضرتك ليك نسخه هديه عندي وللكاست الموجود في القناه. ده شرف ليا وكل واحد من زمايلي هنا. وطمني انا عارف ان انتوا عاملين جروب جميل جدا
وصل لقد ايه دلوقتي؟ وصل داخل على 30,000. اللهم صل الله. اللهم صل جروب على فكره، جروب البرنس الشيف شربين البرنس، جروب محترم جدا، مشرفني مشرفني والله، مشرفني في كل حته صدقني والله. بيبعت سلام لحضرتك واحد واحد بس، انا لولا الاسماء انسى حد. لا 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 احنا ناس من العراق، ناس من الكويت، ناس من البحرين، ناس من عمان، الجميع يبعت لك السلام، بس انا خايف انسى حد. الله يخليك يا حبيبي، والله يقربوا على 30,000 ان شاء الله. يعني كل ده أحسن. كل ده في عشق الشيف شربين الجميل. ده الحاجه اللي تشرفني، ده دايما بيكوا باتصالكم الجميل وبكلامكم الحلو اللي مخليني طاير من السماء. استاذ وليد الشاعر من اسكندريه، وطبعا ده يعني هو والباقه بتاعته عاملين لنا جروب جميل جدا ومشرفني، وحاجه فوق الوصف يعني، مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. مفرحني، ربنا يا شيخ يفرحك زي ما انت مفرحني. طيب كده هنا ادي حميدو ابن حميدو. الله يخليك يا شيف، صباح كل حاجه حلوه يا باشا. صباح شريف عفيف، اللهم صل على النبي. وشك منور، الله يكبر بخاطرك، ده جاكيت ابيض بس. وشك منور يا شيف، الجاكيت بس الابيض. لا انت اقول لك منور. الله يخليك يا ابني، انا بس زعلان والله يا شيخ والله العظيم على اللي بيحصل في مصر دون. والله يا ابني ربنا هي بص، فين التقاليد المصريه وفين شبابك يا مصر؟ والناس مصر كلها رجاله وكلها شباب زي الورد. فينك يعني انا بشوف ناس بتركب المواصلات، الشاب بيبقى قاعد والست كبيره واقفه، والناس اتغيرت مش عارف. النخوه ماتت في وقت من الاوقات، بس مش كل المصريين، واحنا مش كل المصريين. ندعي لمصر يا شيف والله العظيم ثلاثه، ربنا بقى يعني يصلح حالها بقى، عشان كده خلاص يعني هتبقى برضو ام الدنيا. واخيرا سلامي للشيخ بدر العتيبي، وحشني صوته الجميل اللي هو بيحب مصر. ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه ونطمن عليه. شكرا، ربنا يخليك فينا. شكرا ليك، الف شكر حبيب قلبي، اشكرك على اتصالك الجميل ابني وحبيبي، اشكرك على اتصالك الحلو. كده هنا دي الكيكه دايما بيحبوها، دايما في راس السنه بتبقى مميزه عندهم جدا. احنا عملناها مع حضراتكم دلوقتي بالكيك شيف، بالكيك شيف، على اساس ان احنا نشوف هنعمل فيها ايه. يا ست اسراء صباح الخير. الو اسراء صباح الخير. صباح اسراء، والله بحب اتفرج عليك قوي. حاضر، اتفضلي يا فندم. يا ست اسراء، ست اسراء صباح الخير. انا ماما دايما بتعمل لنا وصفه الكنانه، حضرتك بتعملها ودايما بتعجبنا قوي. طيب يا حبيبتي ان شاء الله. انت بتكلمي الامارات؟ من الامارات. يا اهلا بيكي، اهلا بيكي. بس انا حابه اعرف وصفه التوفي، بس مش الحليب المكثف، الثانيه اللي هي يا فندم؟ السوشي؟ التوفي، وصفة التوفي بس التوفي مش التوفي التوفي ها الثانية، بس مش بالحليب المكثف. والله أنا مش عارف أنت عايزة إيه بصراحة، لكن التوفي اللي هو الفندام. أيوة عايزة وصفتها. الفندام ولا التوفي؟ آه، ما أصل البنبوني والفندام. أيوة. والكراميلا دي ليها مصانع خاصة بتعملها، ما بتتعملش بالكراميل. طيب على عيني، انا هشوف كل اللي انت عايزاه ايه وهحاول اوفقه لحضرتك. بشكرك على اتصالك الجميل يا ست العرايس، شكرا ليكي. كده هنا يا جماعه حطينا الكيكه بتاعتنا في الفرن، ودي هتاخد لها مش اقل من ساعه، مش اقل من ساعه عشان تطلع، لان هديها نار هاديه على 150 درجه مئويه. طيب النهارده عايزين نعمل حاجة جميلة، عايزين نعمل حاجة جميلة. ايه هي الحاجة الجميلة؟ هقول لحضراتكم حاجة. قال لك ورق العنب ضلل على شباكنا. طيب هنا
طبعا عم ابراهيم طمان، جبت الورقه العنب لفيته قبل الشغل لان هياخد وقت. الراجل اعترض تماما قبل الحلقه وقال لي انا ما ينفعنيش الكلام ده، انا راجل دغري في شغلي ومعرفش شغل تحت الترابيزه. يا عم ابراهيم يهديك يرضيك، ده هياخد وقت. قال لي لازم تلف قدام الناس، يعني هو عايز يحرجني معاكم؟ فرضنا ما اعرفش الف ورق العنب، اعمل له ايه يعني؟ غصب عليا فلفيت الحبه اللي هشتغل بيهم، وجبت برضه ورق عنب معايا تاني عشان الف قدامكم، لان هو المخرج ما اقدرش اقول له لا، مش عارف اعمل ايه معاه. ولكن يا جماعه ورق العنب هسويه دلوقتي وانا شغال معاكم عشان خاطر يستوي. ما هو انا النهارده بعك عكه حلوه قوي، ويا رب ان شاء الله هتعجب حضراتكم، يعني انا املي في ربنا ان هي تعجب حضراتكم. طيب كده دي الفرخه اللي احنا هنعمل لها ضجه دلوقتي، ادي حله. طيب هقول لكم المقادير، طبعا عندي ورق عنب، عندي فرخه، عندي رز، بطاطس، بصل، شبت، بقدونس، وقبل كده قلت الهدى صلصه الطماطم تتكتب مره واحده مش مرتين، ما سمعتش كلامي. عندي مرق، ليمون، شطه، جوز الطيب، زيت زيتون، ملح وفلفل. كده ادي الارضيه بتاعتي اهي، بلاش خل البطاطس نعملها شيبسي، عندي بطاطس تاني مش مشكله. طيب خلاص كده ادي ارضيه عندي اهي، ادي شويه ورق عنب، نقطع شويه بصل الاول كده، ادي مكعبين المرق اللي احنا اتفقنا عليهم اهم، تمام كده. عم محمد، عم ابراهيم، ادي شويه ميه، النهارده بشتغل فرانكو قراب مش شمال اليمين، ادي زيت زيتون، ادي شويه ملح، شوية فلفل، ادي ورق العنب، يا استاذ احمد سلام عليكم. وعليكم ازيك يا شيخ؟ ادي ورق العنب يا عم احمد. الو، صباح الفل يا عم احمد. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا عم احمد، عامل ايه يا شيخ؟ في نعمه يا عم احمد والله. والله يا شيخ انا بحبك حب، يعني انت ما تعرفش بحبك ازاي يا ابني. ربنا يكبر بخاطرك ويخليك ليا. والله يا شيخ انت ابويا التاني يا شيخ والله. الله يكبر بخاطرك يا ابني. اتفضل يا حبيبي، سؤال حضرتك ايه؟ عاوزين نعرف طريقه فراخ بانيه جديده يا شيخ. فراخ بانيه جديده على عيني، هنعمل لك تشيكن كولدن بلو، هنعمل لك فراخ محشيه بالجبنه واللسان، وبنسميها تشيكن كولدن بلو لان البانيه معروف، الفراخ البانيه معروفه، بس انا على حسب معلوماتي المطبخيه لو انا عملت فراخ البانيه من الوراك بتبقى افضل بكتير من البريست، افضل بكتير. طيب كده هنا احنا خلاص حطينا ورق العنب ونشوف هنعمله ازاي، ما هو حكم الاوعى الضعيف. يا استاذ احمد. الو حماده، ازيك؟ ازيك يا جميل؟ يا حماده كلمني تاني يا حماده والنبي. كده هنا شبت وبقدونس وكزبره، شبت وبقدونس وكزبره. كده هستاذنكم واخد فاصل على ما اعمل خلطه المحش، ارجع لكم تاني. اقعد غير المحطه ولا تروحوا في اي حته. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا معانا نشوف بقى نعمل عمليه جراحيه كده
مع بعض بشكل وبفكر جديد عشان ايه نبقى عارفين احنا بنعمل ايه مع بعضين. ادي فرخة بحاول اعملها قربة اهي كده واحدة واحدة بسكينة حرف بوز غراب اهو ده بوز غراب اهو كده. اهم حاجة الظهر بتاعي عندي يطلع سليم كل جسمها يطلع سليم اهي. نعمل لها عملية تجميل مش هينفع يا عم عبد الله. مرحبا. سلام عليكم يا عم عبد الله. كيف حالك؟ في نعمة يا عم عبد الله والله. تمام. كيف حالك يا عم شربيني؟ كل سنة وانت طيب يا عم عبد الله بعود الايام. وانت بألف صحة وسلامة ان شاء الله. امرني يا عم عبد الله. عجبين جدا بطبخك وبأسلوبك وستايلك في السعودية يعني. الله يكبر بخاطرك يا حبيبي ربنا يخليك ليا. الله يخليك على راسي يا شيف شربين. انت عمي وتأمرني. ربنا يطول في عمرك ان شاء الله. ربنا يزيدك من نعيم الله يا شيخنا. شكرا لك. بس احنا عندنا شوية ملاحظات يعني على كم. فضل فضل انا معاك. ما ادري. انا معاك يا عم عبد الله. يعني تفضل. عم عبد الله سامعك. الو. تفضل يا عم عبد الله سامعك. ملاحظاتك ايه يا عمي؟ عندنا ملاحظات على التقديم يعني في بعض البرامج. يعني ما في قفازات والعطر يكون بالاصابيع وهذا. زي ايه حضرتك يعني؟ لو كان في زي ايه حضرتك اللي ناقص؟ احنا طبعا يهمنا كل كلام الاخوة العرب وشوف ايه ناقصهم. ياريت تكلمني تاني عشان نعرف ايه حضرتك المطلوب مننا نقدر نعمله لحضرتك. طبعا اهم حاجة عندنا الخط. طبعا يا جماعة عايز اقول لكم ان قطع مش احنا اللي بنقطع الخط بدليل ان الصفارة بانت على الهوا. وطالما الصفارة بانت على الهوا تعرفوا ان الخط قطع مش من عندنا. هو طبعا احنا ما عندناش ان ما يفضي ان احنا نقدر نفصل خط او نقطع خط، لان الحمد لله ما فيش حاجة يعني عندنا تخلينا نفصل خط. معلش هو تحسبا ان حد يقول ان ليه لما يجي فيه نقد او حد عايز يتكلم في حاجة الخط بيقطع، فطبعا ده ما حصلش، بس تحسبا لحد يفكر يعني بحاجة زي كده. كده زي ما انت. نعم يا ست امل صباح الخير. امل. الو. صباح الفل. صباح النور. انت عامل ايه؟ ازيك يا ست امل؟ الحمد لله كويس. احنا بنحبك قوي فيك. تسلمي لي يا ست امل. ازاي حضرتك؟ لو سمحت يا شيف كنا عايزين بس طريق. ممكن تعلي صوتك شوية بس اسمعك يا ست امل. حاضر. بقول لحضرتك لو سمحت يا شيف عايزين طريقة البيتزا. والله مش سامعك يا ست امل. الو. البيتزا هجيبها لك بس يا ريت تعلي صوتك لو عايزة حاجة تاني. لا شكرا يا شيف. بشكرك على اتصالك يا ست امل. كده ادي. وما تخافوش مش هنهدر فيها حاجة عشان احنا عارفين احنا بنعمل ايه اهو كده. ادي الفرخة بتاعتي اهي. كده يا سكينة صغيرة اهي. كده كده ست الفرخة دي اهي. والبيتزا قدام حضراتكم على الهوا. وادي الفرخة اهي. كده دي الفرخه بتاعتي زي ما هي انت شايفينها كده حضراتكم اهي. اشيل. الو يا مايا.
ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا مايا. ازاي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا مايا؟ حضرتك منور الشاشه والله. منوره يا مايا. والله حضرتك منور الشاشه انت اللي... ومش مخلينا يعني نطلب اي طلبات، كل انت حاجه اللي منوره يا ست الكل. الله يخليك يا رب. وانا شايفه ان وليد الشاعر ده عامل اضافه للبرنامج، واحنا بنستنوه كلنا، انا وجيراني واولادي وزوجي. والله يعني عامل ايه يعني، بنستنى الشعر بتاعه من يعني اقول لحضرتك ايه، بس بنستنى المكالمه بتاعته. ربنا يخليك يا ست الكل، بشكرك على اتصالك. وما ينفعش حضرتك اخد رقم استاذ وليد الشاعر؟ هجيبوه هسيبه لك على الكنترول. حاضر، بشكرك على اتصالك. على عيني، شكرا لست الكل. نرجع هنا بقى للمحش. بصوا يا جماعه، الفرخه بقت يا عيني معدومه الضماير اهي، خليها كده، حط رجل على رجل. اما اشوف برضو عمنا عايز ايه، المخرج الكبير اللي هو مش سايبنا في حالنا كده. اشيل دي، يا استاذ هشام. باشا. عم هشام صباح الخير. ازيك يا شيف؟ في نعم والله يا اتش. ربنا يبارك لك يا رب. يعني مش عايز اقول لك تسلم ايديك على اللي انت بتعمله. انا ما بعملش غير اللي المفروض ان اعمله غصب عني اعمله. بس احنا عايزين منك خدمه، احنا طالبينك عشان عايزين منك خدمه. اتفضل. امي ومراتي وكل اللي اعرفهم بيتفرجوا عليك ومحدش بيعمل حاجه باللي انت بتعملها. ممكن تخدمنا في دي؟ محدش ايه يا فندم؟ محدش بيعمل حاجه من اللي انت بتعمله، بيتفرجوا عليك وبس. انت عايز تدوق الاكل يعني؟ يعني المفروض بقى اللي في البيت اللي بيتفرجوا عليك تديهم نصيحه ينفذوا اللي انت بتعمله. امال هم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون بس؟ اه بيتفرجوا بس وما بينفذوش، فايه رايك؟ اقطع عليهم النور. فحاول حضرتك تدي لهم. انا هقول لك القصه بتاع ست البيت ايه؟ يعني احنا بندوق. هتقول لك انت عايزني اعمل زي ما الشربيني بيعمل؟ ايوه يا ريت. هات لي طاسه زي دي بيضة، وهات لي طاسه زي دي حمراء، وهات لي واحده زي دي مش عارف ايه، وفي أيوة. الاخر هتحطهم في المطبخ ومش هتعمل حاجه. واجيب لهم مطبخ. اوعى اوعى تجيب حاجه. واحد بيطبخ. وهات لهم طباخ. بعد كل ده هتقول لك انا عايزين بقى واحد عبد. يعني برضو يعني معلش، وحضرتك بتطبخ كده الاكل الجميل اللي احنا بنتفرج عليه ده، انصحهم يعملوه يعني وكتر خيرك. انت مش عارف، انت ما تعرفش تخاف مراتك ولا ايه؟ ما تضغط على الولايه يا راجل. مش عارف والله يعني. انت بتخاف من مراتك ولا ايه؟ بتجيبها فين دعواتك؟ انت مش قادر عليها تجيبها فين؟ وهو في ايه يا عم الحاج؟ حرين بقى، ماليش دعوه. انت عارف الناس ليه؟ انت عايز توعني في الناس ليه؟ خايف منهم انت؟ ماليش دعوه. طب انا ذنبي ايه؟ دعواتك لنا وفي انتظار كل جديد منك يا ريس. بقول لك ايه؟ ارقيهم يمكن ربنا يكرمهم ويشتغلوا. والله العظيم يا هشام دمك خفيف وضحكتنا بالرغم من الضحك غالي دلوقتي. عندي الرز اهو، ادي شبت وبقدونس وكزبره وطماطم وبصل، شوية شطة، شوية بهارات، شوية طماطم بوريه اهو، شوية ملح، شوية فلفل، زيت زيتون، كل الكلام ده اهو. نولع بس البوتاجاز. يا ست ام مروه. ايوه يا ست. صباح الهنا يا ست ام مروه. صباح الفل يا ست. ازاي حضرتك؟ طيب. وانت طيبه يا ست الكل. على فكره عيد ميلادك مع عيد ولاد الاثنين. اللهم صل على النبي. الله. عيد ميلاد مروه وعيد ميلاد هند.
كل سنة وهم طيبين. بالصحة والسلام. كل سنة وهم طيبين. طيب يا شيف. الله يخليك تأمريني. يا شيف على اللي انت بتعمل. تحت أمر سعادتك يا ست الكل. الله يخليك. أنا عاوز أسأل حضرتك على سؤال. اتفضلي يا فندم. السيراميك الحلة السيراميك. آه. شغلت على البوتاجاز دهوت ولا البوتاجازات العادية؟ بصي هقولك على حاجة. اتفضل. هم بيشتغلوا على كل البوتاجازات. آه. بس أنا لما أجيب واحد زي دي. آه. بحطها. استنى عليها دقيقتين. لكن في حله زي دي مجرد ما احطها بتشك على طول. فانا مش عايز اعقد ست البيت، خليها تسخن براحتها. لا استنى هجيبها لايه؟ ليه ليه انا هجيبهم لبنتي عروس. ما هو بصراحه هو الجهاز كله كده دلوقتي. فانا يعني عاوزه طبعا لو جبتي لو جبت لها طبعا سيراميك، ما انا مش عارفه هيشتغل على البوتاجازات العاديه. كل حاجه كل حاجه يشتغل على البوتاجاز. كل حاجه كل حاجه. تحت امر سعادتك، شرفتيني باتصالك الجميل. كده هنا يا جماعه ادي الخلطه، ريحتها حلوه والله بتاعت المحشي. انا بالنسبه لي عشان طباخ عجوز ممكن الف كيلو ورق عنب في نص ساعه بالعند في المخرج بتاعي، عشان بقول انت مش عارف تلفه. لكن ست البيت هتقعد 3 ايام وتحور وتدور جنب الورقايه، وفي الاخر هتزهق وكده يعني. فانا عندي الورق بفرده كده، بجيب طبليه حدانا في الدار اهي. ولا انتوا نسيتوا الطبالي يا جماعه اتلغت في البيت عندكم ولا ايه؟ يا ريت الطبليه ايامها دامت كده. هنا الطبليه دي عارفه يعني نعمل عليها الملوخيه، بنعمل عليها فطير مشلتت، بنعمل عليها كعك البسكويت، بنلف عليها ورق العنب، بنلف عليها كرومب. في الورقه دي ليها ملمسين، ملمس ناعم اهو بحطه للارضيه كده، والخشن على الوش التاني. ليه؟ عشان لما اجي اقفلها الورقه تلزق معايا. لو ما عملتش كده طبعا انتوا كلكم عارفين، بس ده احنا بنا ايه؟ في عرايس لسه جداد ما بيعرفوش القصه دي، فبحب الفت نظرهم بس. الخشنه من فوق والنعمه من تحت كده. طيب هنبص هنعمل ايه بقى كده. يعني انا عندي هنا كده الرصه 3 في 3 9، ادي 1 2 3 4 6 9 يا ست ام سماح. السلام عليكم ست ام سماح. صباح الفل. صباح الفل. صباح الاكلات الجميله. صباح كل حاجه في الدنيا حلوه يا ست الكل. الله يبارك لك. الله يخليك. تأمريني حضرتك. الله الامر لله. الله يخليك. والله عايز اسال حضرتك عن العجينه الفطير باللحمه وبالتوابل يعني. على عيني يا ست الكل. حاضر. الله يخليك. اشكرك. وبالنسبه للمحشي اهو احيانا في الوسط ما بيبقاش مستوي قوي يا شيخ. ما هقول لك ليه. انتوا شفت عملت دلوقتي في المحشي بتاعي؟ حطيت له ارضيه. ايوه. وحطيت له كل التوابل اللي انا عايزها في الارضيه. ايوه. واديت له الشوربه في الارضيه. ايوه. وبعدين حطيت المحشي من فوق عشان لما يجي يشتغل يطلع من فوق لتحت اهو. كل ناحيه شغاله عندي. ما نتحرمش يا شيخ. تأمريني سعادتك. يبقى كده يا جماعه ادي المحشي بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، سهل جدا اهو، وكله مقاس واحد اهو في ايديا، بظبط المقاس بتاعي اهو اهو كده. ماشي يا عم طمان، عشان انت بتقول لي انت جايبه جاهز ليه اهو. ابو اشرف سلام عليكم. السلام ورحمه الله. عم ابو اشرف صباح الخير يا حبيبي. كيف حالك يا شيخ؟ نعم والله يا عم ابو اشرف صباح الهنا. والله بس حبيت اتصل عليك واقول ما شاء الله تبارك الله، يعني الواحد يتابعك باستمرار. انا تقريبا عندنا في السعوديه الساعه 2 وشيء رسمي بعد الغداء كذا، حب اتسكى اشرب الشاي اتفرج عليك. ربنا يخليهم لك ما شاء الله تبارك الله. ودايما تشرفني وتتفرج معانا.
امرني يا عم. دمك الخفيف. الله يخليك. بس حبيت اني اشكرك واتصل عليك واهنيك بس. هقول لك على حاجه يا عم ابو اشرف. قول لي حبيبي. المكالمه بتاع حضرتك دي انا بعتبرها تاج على راسي. انك انت بتكلف نفسك من السعوديه عشان تكبر بخاطري دي، ربنا يكبر بخاطرك. انا يعني كل واحد في مصر بيشكرك على المداخله الجميله اللي زي العسل يا ابو اشرف. الله يخليك، هذا بس بيورينا الدم الخفيف والاسلوب الحلو والطبيعه احسن منها ما في. الله يخليك يا حبيبي، ربنا ربنا ما يحرمنيش من سؤالك الجميل واتصالك الحلو. اشكرك يا عم ابو اشرف من السعوديه. كلامه ده ليا انا وزمايلي بيشرفني، بيشرفني انا وزمايلي. ادي الورقه والعنب اللي انا لفيته اهو، اجيبه لك كده عشان تشوفه عشان تصدقه. وادي الورقه الثانيه اهو، تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى في ست الفرخه. ست الفرخه اللي قدامنا دي كده، بصوا حضراتكم ادي فص توم، بصلايه يا عم احمد. عم احمد السلام عليكم، ازيك يا شيف؟ ازيك يا عم احمد، صباح الخير. صباح النور يا شيف، ازيك يا شيف؟ بحبك قوي يا شيف. مساء الهنا يا حبيب قلبي حماده. بقول لك يا شيف، امرني يا حماده. انا كنت عايز فراخ الكالونوري. فراخ الكالونوري؟ اه يعني الكالونوري بالفراخ؟ الكالونوري باللحمه. معلش اسمع السؤال تاني. باللحمه، كلوني باللحمه. على عيني، من غير سبانخ ولا بسبانخ؟ لا من غير سبانخ. على عيني يا حبيب قلبي، بشكرك على اتصالك. زيت، ثوم، ملح، فلفل، طماطم، بصل اهو كده. شوية زعتر. كده هستأذنكم بعد ما دقيت كل الكلام ده، اخد فاصة وارجع لكم تاني، بس هتبل الفرخة وانتم مش موجودين اهو كده. خدوا فاصة براحتكم بقى، فاصة وارجع لكم تاني. اوردر المحطة، اوردر في حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وبنحمر بطاطس اللي هي النست او العشب او العش بتاع الفرخه اللي هننيمه عليها عشان جو شتا وما تاخدش برد كده. عندي البطاطس المقدار عامله شبوره، عملت شبوره عندي. طيب هنعمل ايه بعد كده حضراتكم؟ الموضوع شرحه يطول. يا عم فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم فيصل. كيف حالك يا سيد الكل؟ في نعمة والله يا عم فيصل. يا شيخ انت مو خليتنا نحبك، انت خليت اولادنا كمان نحبك. الله يزيدك من نعيم الله يا عم فيصل. انت منين يا عم فيصل؟ الله يبارك فيك، انا اكلمك من جدة والحرم جنبنا هنا، واحنا دائما اللهم صل على اوعدنا يا رب. علمت انا وعلمت حريم انا وعلمت البشر كلها الطريق. اوعدنا يا رب، ربنا يخليك يا عم فيصل بكلامك الحلو. رفعت من مستوى المرأة العربية بشكل عام في الطبيعة. اصل هم يا عيني خيرهم علينا، والمرأة العربية البيت دايما فوق دماغها، والعيال والمدارس والاطفال والراجل، فاحنا بنحاول نعمل اي حاجة بسيطة نقدر نساعدهم. يعني الحياه مشاركه يا عم فيصل. يا شيخ شربيني. يا نعم. اول شيء انا اتوجه لمجلس اداره السي بي سي بشكل عام. تفضل يا فندم. وسفره بشكل خاص. تفضل يا فندم. والحقيقه انت ارتفعت نسبه المشاهده عندكم بسببك انت، ما شاء الله تبارك الله، اللهم لا البركه انتم فيكم، لان انتم بتدونا باور نشتغل وبتشجعونا.
يعني مكالمتك دي بالنسبه لي، طب انا اعمل ايه بالزمه لما انت بتكلمني من جنب الرسول وبتتصل بيا عشان تطمن عليا او بتتكلم معايا؟ مش لازم اعمل اجيب حاجه من، يعني عايز اعمل اي حاجه ارضيك. الله يبارك فيك، والمجهود هذا حقيقي جير باسمك وجير بكل العاملين بما فيهم الاستاذ هشام المخرج، اللي انا احس بيه انه بيوجهك دائما وانت بتتضايق منه، لكن توجيهاته مصدر نجاح. وجميع العاملين وجميع المصورين والاكسسوارات ومساعدينك، انا عارف انت عندك 3-4 مساعدين معاك خلف الكاميرات، حقيقي يعني مجهود ضخم والله. وانا ابغى منك ابغى منك خدمه. اتفضل يا فندم. ممكن؟ تحت امر سعادتك. بالراحه على ريمون، بالراحه على ريمون. مشكلة في ريمون يا عم الحاج، قايل لهم في البيت ان انا صايم. انت عمرك يا عم الشيخ شفت فراخ صيامي؟ مش كده؟ لا ما شفتش والله. قاعد انا انزل مصر عليه باكل في الفراخ جنب مني، اقول له يا ريمون ده؟ يقول لي اصل فراخ صيامي. قال له باكل جبنه عندي الجبنه كلها كريمه. اقول له يا رومان، يقول لي انت مش عارف دي جبنه صيامي. ادي له ورك. طبعا عندي ابراهيم طمان ومحمد الحلواني وكل زمالي بيشكروك على الاتصال الجميل ده، اللي فعلا يعني بدينا يعني دفعه كده نعمل اي حاجه بكلامكم الحلو ده. الشيخ فيصل بشكره على اتصاله. ست رشا معايا من قطر، مساء الخير رشا. يا ست رشا حبيبة ماما. طيب حاول تكلميها تاني يا رشا. هنعمل ايه بقى الفرخه دي يا عم ابراهيم مخرجنا عظيم؟ بصوا يا جماعه الفرخه بعد ما تبلناها كده اهي كده، المحشي بتاعي استوى 3/4 سوا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. ادي القربه، شفت بقى الشغل بتاع الفريكيكو ولا بتاع الهابي نيير والكريسماس؟ وعم فيصل اللي مشرفنا بكلامه الحلو يقول لي مش عارف ايه ما ادري ايه ده. انا عايز اجيب لكم حاجه من السما، عايز اجيب لكم حاجه من السما اهو. دي بقى فعلا يبقى فراخ ومحشي صيامي بما يرضي الله عشان عم ريمون. كده يا ست مسار. الو مسار ازيك؟ ازيك انت يا عم؟ كيف حالك يا مسار؟ انا كويسه قوي قوي. انت عامله ايه يا ست الكل؟ والله العظيم يا عم شربيني ده انا بموت فيك. انا عايز اعمل لك السلطه والملوج والصحاوك. والله العظيم يا عم شربيني انا اشتكيت من اليمن بس ولدت باليمن. ايه؟ انا اصلي هندي بس وعايشه باليمن. ما انا بقول لك انتوا مش عندكم سلطه وملوج وصحاوك؟ ايوه بس انا مش اصلي يمني انا. طبعا. انا كنت في تعز في جبل الضبوعه. انا عايشه منك طلب لو تطبخ لك. اهلا بيك. حلويات. امور يا ست هتبعتي لي طب مداعه ولا حاجه نعمل فيها السلطه؟ انا ما اعرفش الصراحه اطبخ سلطه لاني مش يمنيه. طيب قولي كده بقى. طيب على عيني نعمل لك احنا كل حاجه انت عايزاها. اشتي حلويات الهنديه. الحلويات الهنديه ولا اليمنيه؟ على عيني يا ست انت لا انت عارفه يمني ولا هندي. حكايتك. ايش بيك يا شيخه؟ الاخت في اليمن هنديه لا هي عارفه تطبخ يمني ولا هندي. طيب على عيني ليك يا ست الكل، بشكرك على اتصالك الجميل الرقيق الحلو اللي زي العسل.
طب دي نعمل لها عمليه تجميل ازاي يا عم يا حلواني يا طمان يا عم يا عم ابراهيم؟ هنعمل ايه دي عمليه تجميل ازاي دي؟ والله لازم نعمل عمليه تجميل. حاضر. يلا يا جماعه الحقونا. هنقول لك طبعا ادي عمليه التجميل بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده دي هتلم مش مشكلة اهي. طيب يلا بقى نكتفها. ادي شوية بطاطس اهم، شوية ورق عنب. وادي شوية الشوربة. ادي الفرخ. وادي بعد عملت الكلام ده كله كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الفرن كده. ابراهيم بطاطس ثاني كده. يلا كده هنا هنشوف الوجبه اللي بعديها واحنا شغالين هنعمل ايه في المكرونه بتاعتنا اللي بالخضروات. نشوف مقاديرنا مع بعض. عندي مكرونه بالخضار في الفرن، مقاديرنا على الهوا. مكرونه لحمه مفرومه وبصل وتوم وطماطم وجزر فلفل الوان بسله كريمه لبان وجبنه موزاريلا طماطم جبنه رومي زعتر بقدونس زيت ملح وفلفل. طيب كده احنا بنسلق مع بعضينا ادي المكرونه اهي، شويه ملح وفلفل. طيب هنا النستي بتاعي اهو. خليه يبرد الاول عشان اعرف اشيله. العش بتاعنا نفصل كده. اروق مكاني بقى عشان كده انا بهوقت الدنيا بهوقت معايا وهيتزعق لي. والمشكله ان المخرج لما بيزعق لي انتوا ما بتسمعوش، بيزعق لي في ودني وانتوا ما بتسمعوش. اصل انتوا لو سمعتوا هتردوا غيبتي وهتدافعوا عني.
يا عم عسكر تدافع عني؟ على دماغي طبعا. طبعا ده احنا نفديك بعنينا بس طمان بتاعنا يا راجل بتاعنا. حلوة الفراد كيكو بتاعك يا باشا. صباح الفل يا معلم. ازيك يا باشا؟ الزات صح. عم عسكر انا بنسألك كده في بتاع دوا مطرطاحة جميلة كده لمنار محمود الشحات وشاهين محمد شاهين بمناسبة الخطوبة. ألف مبروك وعبال البكاري، كل سنة هم طيبين وألف مبروك. صحة والسلامة يا باشا، يا رب يجعل ربنا أولاد أولادك يا رب أولاد على. يا حبيبي ربنا يكبر بخاطرك وخليك ليا يا عم عسكر يا جميل يا اللي بتدافع عني في وقت الزنقة. صباح الفل على عم عسكر. أدي توم وبصل أهو. خلي بالكم احنا النهاردة هنعمل شوية لحمة مع السجين كده اهو. طب ما اديهم شوية زعتر بالمرة طالما ربنا مديني الخير كتير اهو، واحنا كده كده اخر الاسبوع كده كده هيترموا اهو كده اهو. يا حبيبي يا محمد خلاص ربنا هيسترها. ست زينب، حاجة زينب. ايوه يا شيخ، ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم يا ست الحاجة. وعليكم السلام. والنبي انا سامع نفسي عندك، التلفزيون توطي بس عشان اسمعك والنبي. بعد اذن حضرتك. الو. النبي بعد اذنك وطي التلفزيون عشان اسمعك. الو. ايوه كده سامعك يا حاجه. لا انا دي صغيره. مين يا فندم؟ زوزو. يا زوزو صباح الخير يا زوزو. مساء الفل يا شيف، ازيك؟ ازيك يا زوزه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اموريني يا زوزه. الامر لله، انا بحبك قوي والله يا شيف. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي وخليك ليا يا حبيبتي. اهلا بيك يا حبيبتي. اكلك جميل خالص، انت اللي زي العسل يا ست الكل. معلش يا الفرخه اللي انت حشيتها دي، انت حشيها ايه؟ عشان لما شفت البنوته وبتقفلها الفرخه. اه هوريها لك تاني على عيني. حاضر، شكرا قوي. بشكرك بشكرك، وعايز ابعت سلامي لست ام يوسف من اقصى الصعيد. الست دي بتكلمني، ست محترمه جدا واخلاقها عاليه جدا، وهي حقيقي بتقول لي نفسي اعمل التواصل معاك على الهوا بس بتكسف. فبقول لست ام يوسف انا بشكرك على مداخلتك معايا حتى، وبقول لك شكرا على اتصالك بيا. وطالما بتتكسف يا ست احنا نشكرك على الهوا كده، وبنقول لست ام يوسف ربنا يكبر بخاطرها ونولها اللي هي عايزاه. واتشجعي كده زي ست ماها، ما بتكلمني اتشجعي تكلميني زي ست ماها. يا ست ماها، الو يا ست ماها، سيف الدولة. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم سيف انا متصل بك من السودان يا زول يا طيب. يا اهلا بيك يا عمي، احنا السودان ومصر بلد واحدة، ده تكامل. احنا اكتر من اهل واكتر من بلد. والله واحد. فعلا الحمد لله احنا اهل واحد. انت لو دخلت مثلا شوية كده على اسوان والاقصر واتكلمتوا مع بعض ما فيش حد مع حدش يعرف منكم حاجة، انتوا الاثنين. احنا نقف ايه ما نعرفش حاجة، ترغوا ديتوا مع بعض باللهجة ما نعرفش حاجة. نعم اهل واحد، اهل واحد كلها. يا سلام عليك. ايه رايك في الكيكة اللي في الفرن دي يا عم؟ احنا اهلنا الجعافر اصلا من كومومبو من دراو. تفضل يا عم بقى، عايز ايه تاني بقى؟ انت عايز ايه تاني بقى مع الجمال ده؟ بردت بس، شكرا، بردت بس اقول لك الف مبروك واهنيك على الشيء الجميل اللي بتعمله لنا بمصر والسودان وكل الدول العربيه. يا حبيبي انا بشكرك على اتصالك اللي زي العسل الجميل اللي مخلينا زي العسل. اشكرك يا عمي، اشكرك يا عمي كمان مره كده. هنا ادي اللحمه بعصقها. اللهم صل عليك يا حبيبي يا نبي. طيب كده هنا ادي الجزر
الو وريني كده بتغني بتقول ظلمو. اوعى السكه والطريق، اوعى الفرخه على الضجار. اهي ادي جزر بتاعي. النهارده يا جماعه حلقه مميزه وجميله جدا اهي. يا مها. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا ستي. ازيك يا شيف شربيني؟ ازيك يا ست مها، عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. تسلم ايديك. تسلمي لي يا ست مها، عامله ايه؟ ازاي صحتك؟ انا عايزه اقول لك احنا جربت الرقاق اللي بالكبده الفراخ، جميله جدا. تسلم ايديك. تسلمي لي، انت ست زي العسل وعملت كل حاجه حلوه. الله يكرمك يا رب، عايزين منك دايما ابداعات كده يا رب. قدرنا نبقى عند حس الوديع، عايزين نعمل اكلات للولاد كده تجديديه عشان ربنا قدرنا نبقى عند حس ظنكم يا جماعه. بشكر حضرتك على اتصالك اللي زي العسل يا ست الكل. يا ست مريم مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أشكرك على كل أكلات الجميلة، وأشكرك على هذا البرنامج الجديدة والجميلة. نحن أهلنا كل في إيران أحبك وأحب كل شيف في تي بي سي. ما شاء الله عليك، بتتكلم عربي. يا أيوة، أمي أبوي كل عرب، أنا فارسي ولي عربي أحسن. يا أهلا يا أهلا، أنا سعيد بصوتك الجميل وكلامك الحلو. كل أهلنا في خليج، أحب خليج وأهل مصر وأهل كل جميع العالم. إحنا كلنا عرب واحد وشعب واحد. يا أهلا بسعادتك يا ست الكل. طب ليك أي سؤال يا ست مها؟ مريم؟ ست مريم؟ ما عندك، أشكرك كل على أكلات كلها. أنا أشوفك كل يوم في مطبخي وكل يوم في بيتي. يا ستي ربنا جعله عامر بحسك دايما ودايما موجوده ومشرفاني، واتصالك لينا حاجه جميله جدا. اشكرك يا ستي مريم من ايران. اشكر حضرتك، ايران شعب فارسي جميل طبعا. طيب كده استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اه المحطه. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وحطينا كل خليط ده زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهوت اهو. يا حبيبي يا محمد، مكرونه، فلفل الوان، لحمه مفرومه، توم، بصل، وعندي زعتر، بسله، جزر، فلفل الوان، طماطم فريش، طماطم بوريه، ملح وفلفل، زي الزيتون. حاجة ملهاش حل، حاجة ملهاش حل. وادي الحل بتاعها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حلوة قوي صلاة النبي. ست نبين. الو. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته ست نيفين. ازاي حضرتك يا سيدي؟ في نعمه والله يا ستي. احنا بنحبك خالص. يا اهلا بيكي، يا اهلا بسعادتك يا فندم. يا اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك ايه؟ والله حضرتك انا بشتغل اصلا وبتفرج عليك في الاعاده بالليل. ربنا يكبر في خاطرك ويخليك يا بنتي. انا مش عايز اقول لحضرتك يعني انت فيك شبه كبير من والدي يعني. الله يخليهولك يا روحي، ربنا يخليهولك يا حبيبتي. والدي بيحب الاكل زيك كده وبيحب يقف في المطبخ برضه. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. ليكي سؤال يا فندم. نعم يا حبيبتي. على فكره انا الحاجات اللي حضرتك بتعملها للولاد على طول. صلاة النبي احسن عليكي، ست ناصحه وحلوه. تسلم تسلم ايدي، تسلم ايدك يا ست الكل. بشكرك على اتصالك الجميل يا ست الكل. هنا جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، كريمه لباني،
جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، وكريمه لباني اهو زي ما شايفين حضراتكم كده. صلاة النبي احسن اهو. كده اخش بيها الفرن بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيكة اخبارها ايه يا عمي؟ صلاتك يا حبيبي يا محمد، الله عليك. كده هنا حلاوتك. طيب احط بقى يا ست مرفت. صباح الخير يا شيف. صباح الفل على ست مرفت. صباح الخير على عيون جروبكم. نورنا جروبكم، نورنا ومشرفنا ومكترنا. انت اللي منورنا ومشرفنا ومشرف البرنس الجروب الرسمي للشيف سيرفيني. الله يبارك. الجروب وصل 30,000 من شويه صغيره، تمينا ال 30,000 بفضل الله وبوجودك معانا. فرحت جدا لما لقيت حضرتك دخلت على الصفحه ونورتها وقلت لنا ميرسي على الحاجات اللي بتعملوها. طبعا طبعا طبعا، ده لازم، ده اللي واجب اعمله يعني. ميرسي جدا على على دخولك بالجروب ونورتنا وهتابعكم كل يوم. كل يوم هتابعكم. هو الجروب الرسمي لشيف سيرفيني. انا هتابعكم كل يوم لان انا بعتز بيكم بالجروب بتاعكم. خليك يا سيف، ربنا يخليك. لا تحت امرك، تحت امرك يا ست الكل. ليا حاجه كده بسيطه عايز اقولها لحضرتك. اتفضلي يا فندم. عايز اقول الف مليون سلامه على عشرة، على علي الشريف تعبان ودخل المستشفى اول امبارح. مين؟ علي الشريف. الف سلامه عليه، ماله؟ دخل معرفش جات له نزله معويه ولا ايه، ودخل المستشفى وبياخد محاليل وكده. فنقول له كلنا جروب البرنس بيقول لك الف مليون سلامه عليك يا علي، وبعد الشر عليك، وان شاء الله تقوم لنا بالف سلامه. الف سلامه على علي الشريف. ربنا يخليك. ده منورنا، منورنا الجروب الراجل يعني. طبعا طبعا طبعا، الشيف الصغير ده. لا الف سلامه عليه، وربنا يا رب يشفوا لنا ويطلعوا لنا بالسلامه. عايز اشكر بقى اداره القناه على المجهود الجبار اللي اتعمل في 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 الخط الدولي، اللي دايما سي بي سي معاهدانا ووعدانا على انها المصداقيه الجامده في شغلها، ان هي بتوفي بوعدها، ان هي بتبقى عندها المصداقيه الجامده جدا لمشاهديها، وبتحترم عقلياتهم، بتحترم طلباتهم. الخط الدولي بنرحب كلنا بالرسالة باخواننا العرب واخواننا المصريين اللي في الخارج المغتربين اللي بيحبوا يتواصلوا مع حضرتك، وطبعا هم متواصلين مع حضرتك في الجروب، طبعا في جروب البرنس، بس الاكتر منها التواصل الشخصي. فايه على حضرتك بقى في التواصل اللي بقى جامد جدا بعد الخط الدولي؟ احنا كلنا اسره واحده. طبعا كلنا عيله واحده. طبعا، وده شرف لكل واحد فينا في الاستوديو هنا. اكيد الاتصالات اللي بتجي لنا دي والتواصل بتاعنا ده، ايوه، ده شيء رائع وجميل، والفضل يرجع لزمايلي في الاستوديو هنا والمخرجين وكل الكاست اللي موجود معاه، لان انا لوحدي لا اساوي شيء. مش عايز انسى بقى مخرجنا الجميل الاستاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم طمع عن النهارده، اللي هو المخرج بتاعنا الجميل النهارده. لا ما شاء الله هايل، والحلقه تحفه اساسا، ومش عايز اقول لك قد ايه الابداع وقمه الجمال في الحلقه النهارده. بس هو دايما بيشك فيها في حاجات كده مش حلوه يا مدام يعني. لا لا لا، بس بيهزر معايا. يقول لي انت جايب المحشي من تحت الترابيزه. لا 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 خالص. ومش عارف يقول لي انت جايب الفرخه صاحيه وذبحها، يعني مش عارف اقول له. لا لا يا شيخ، حضرتك مكبرنا ومنورنا، والجروب هايل بحضرتك، ونورت البرنس وحضرتك البرنس نفسه. الله يخليك ويكبر بخاطركم. ربنا يخليك لنا يا سيف. ميرسي يا مدام. بس سلامي كمان لتحياتي لكل كل عصر السي بي سي اللي بذلت مجهود جبار في كل شغلها ومذاقيتها في شغلها، وكل الناس القائمين على البرنامج، وبالاخص الاستاذ احمد اسعد، بنقول له ميرسي جدا على الشغل الهادي. بص هقول لحضرتك حاجه، احمد اسعد ما بيظهرش معانا كتير، ولكن هو الوحيد اللي بيبذل مجهود غير طبيعي، ان كان هو ولا مدام دينا، دول الناس والله انا يعني انا بحترمهم وبعمل لهم تعظيم سلام، لان ما بطلبش حاجه الا لما يوفيها في نفس التوقيت. قلت له على حاجات، قال لي انا بنفسي هنزل اشتريها. ينزل يلف يجيب لي المعدات الجميله ويجيب لي كل حاجه حلوه للاستوديو، وعايز يخلينا طايرين كده من الفرحه بصراحه بيه. وبرده كمان بشكر الاستاذ احمد اسعد ومدام دينا عبد العال، لان هم تعبانين معايا.
بشكر حضرتك يا ست الكل. طبعا استاذنا الكبير الاستاذ سمير ده الاب الروحي بتاعنا اللي احنا كلنا بنمشي وراه. سمير فوزي هو الرئيس بتاعنا الكبير. سمير يوسف الرئيس بتاعنا الكبير اللي دايما احنا بنمشي بتوجهاته وتعليماته. ونجاح القناه بيه هو، لان لو مش هو ما كانش في قناه سي بي سي سفرة. فانا بشكر مستر سمير يوسف وبشكره وبقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه راس السنه. يا رشا، ست رشا. الو، السلام عليكم. سلام، انت من قطر حضرتك؟ ست رشا. ايوه، ازيك يا شيف، عامل ايه؟ يا اهلا بسعادتك. ايوه اتفضلي، سؤال حضرتك يا فندم. ازي حضرتك، عامل ايه؟ انا في نعمه والله. لا انا ماليش سؤال، انا بس انا بشكرك والله على الحاجات الجميله اللي انت بتعملها لنا. طب ده مش كتير علينا، مش كتير علينا من حضرتك ده؟ التواضع ده مش كتير علينا؟ ربنا يخليك والله والله. والواناتك الجميله الاحمر والازرق اللي بتلبسه رائع بصراحه. ربنا يكبر بخاطرك يا ست رشا يا جميله يا اللي بتجبري بخاطرك. كل يوم قاعدين قدامك، كل يوم انا وماما واختي وكلهم بيسلموا عليك. يا رب يخليكوا لبعض، يا رب يخليكوا لبعض ودايما مجتمعين على الخير وتشرفوا بلدكم تاني قريب. بشكر حضرتك يا ست رشا على كلامك الجميل اللي زي العسل كده. هنا انا ببشر او بفرم. انا جاي لك اهو، حاضر ان شاء الله. طيب عندنا يخني اللوبيا. صدقنا عملنا كل حاجه الا اللوبيا، حظها قليل معانا، لكن هنطول برقبتها النهارده وهنعمل ليخني اللوبيا. اطلع الفرخه بتاعتي عشان كفايه عليها كده، ولا رومان عايز يقول لي طلع الفرخه، ولا ابو عمر وشكلهم نايمين النهارده معانا. رومان طبعا ما مش هتخصه بشيء، فما بتفرقش عنده، تتحرق ما تتحرقش مش مشكله، الراجل صايم. ايه رايك لو انت صايم هنديك الجناح؟ بس هديك جناح، ما هو راجل طاقي محترم، عياله سرقوا جدي وذبحوه وقال لابوهم تعالوا كل معانا. الراجل بتاع ربنا وطاقي جدا، قال لهم انا ما باكلش حرام، بيعجل وهاتوا لي فرخه. طبعا الراجل ما باكلش حرام كده. هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. ايه رايك في الفرخه عم ابراهيم؟ ما اصل ما مش هتاكل معاه عيش طبيعي طبعا. لا ما تخافش، احنا بنعمل عمليه تجميل ما تقلقش. اليخني هنقوله مع بعض ازاي هنعمله؟ نشوف مقاديره. حاضر. صلاة النبي أحسن. يخني اللوبيا المسلوقة بالسلق. يخني اللوبيا بالسلق. عندي لحمة مفرومة، لوبيا مسلوقة، عندي بصل وتوم، طماطم وهريسة، عندي كزبرة خضراء، شبت، بابريكا، وعندي زيت زيتون وفلفل وملح ومفيش سلق، مش كده؟ فين؟ قول لي بقى السلق فين في المنيو؟ اه طب ما مش موجود عندنا ليه؟ ها؟ لما اجيلك. امبارح خصم لها شهر، هخصم لها ايه بس النهارده تاني؟ بس عايز ما فيش حاجه في المرتب عشان اقول لها هخصم لك شهر قصر رجع او مقدمه. طيب كده هنا هي بتقول لي انا ماليش دعوه، انا حطيته قدام الناس، هم مش مهم انت وماله، زي بعض، المهم الناس تشوف ايه بس، الناس تشوف هي احنا بنعمل ايه عشان محدش يزعل مننا. كده هنا
والله يا جماعة النهاردة يوم زي العسل وحلو وجميل ومتعة. وادي الكيكة بتاعتنا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي بالكيك شيف، كل حاجة حلوة. الاس ام اس بعت لي 5 اس ام اس جالي على اعادة مقادير الكيكة، 5 رسائل جولي على اعادة الكيكة على عيني حاضر وعلى الهوا اهو، لان مقاديرها كتيرة ودي دايما بنعملها في كل سنة في الكريسماس وفي النيو يير، لكن دي ما بتاخدش غير ان هي تبرد الاول خالص واروح ارش عليها سكر بودرة، يا سلام عليها بالصلاة على النبي. طب الفرخة دي هنعمل فيها ايه يا عم الحاج ابراهيم؟ هنحطها على النست بتاعها كده، نشيل بس عملية التجميل دي، نفك الخياطة بتاعتها. طيب كده بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا حلوة اهي عن النست بتاعها. حبة محشي صيامي بحت. مستخسر انا من حاجه والله، هو مفيش حاجه بترمي هنا، انا عندي وحوش، عندي وحوش. شفتوا بقى الحلاوه دي يا جماعه؟ سلام بقى لو نعمل لها شويه قرنش. اللحمة بتاعتي اهي، ولسه 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 لازم ندلع فيها زي ما احنا عايزين عشان هي ايه تستاهل تتدلع. يا ست ولاء سلام عليكم. وعليكم السلام يا شيف، يا صباح الهنا عليك. صباح كل حاجه حلوه في الدنيا يا ست ولاء، اخبارك ايه؟ الفرخه الجميله دي يا شيف اتفضلي معانا. يا ريت. مش هقول لك لا. هي دي اتقال فيها لا برضو؟ لا ما يتقالش عليها لا ابدا، اي حاجه منك يتقال عليها لا، وبرضو اللي هشوف حضرتك هيقول لا، ده يا سلام هيبقى يوم الهنا. ربنا يخليك، انا حبيت اصبح عليك واصبح على الجروب واصبح على كل الناس الحلوه اللي عندك. صباح الفل على ست الكل اللي مشرفاني، وبصبح على زمايلي كلهم في الاستوديو. ان ربنا يخليك لينا يا رب. تمري باي شيء؟ ما مركش على ظالم، شكرا يا شيف. هو انت مخلينا محتاجين حاجه؟ ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. شكرا يا ست، شكرا يا ست الكل، اشكرك يا ست الكل، اشكرك. طيب كده لازم تتعصج اللحمه، ادي السلق بتاعي الجميل اهو، ادي السلق بتاعي، احط الاول فاصوليا عشان تطعم باللحمه بتاعتي تاخد طعمها، لازم كل حاجه وليها حاجه يا جماعه. لوبيا معلش سوري حوليت. كده اللي فوق تحت واللي تحت فوق،
ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. ادي الشبت بتاعي وادي الكزبرة. فاصل وارجع لحضراتكم. هو اتغير المحطة ولا تروحوا في اي حتة. جالنا اتصال على اس ام اس وبيقول لي هو انت دلوقتي ما ينفعش تحشي الفرخه والمحشي هو يكون ني؟ لا هو ينفع في حاله واحده ان انا اسلقها كده بالمحشي وبعدين اطلعها واحطها في الفرن هيبقى شكلها مش عاطفي. لكن انا لما اسوي المحشي بتاعي ثلاث ارباع سوا وبعدين ادخلها الفرن تستوي على طبيعتها كده افضل لي. افضل لي بكتير قوي يعني. لكن برضه هو الامر شورى يعني. كده ادي اليخني بتاعي اهو. يخني السلق مع اللوبيا. ندخلها الفرن تاخد خمس دقايق. ادي اليخني. يا دوبك خمس دقايق تنمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ست مروه مساء الفل يا سيدي الكل. مساء الهنا يا ست مروه. عامل ايه يا شيخ في البرد ده؟ لا ده انا زي الفل والله يا بنتي. انت دافيان بقى الفرن جنبك والبوتاجاز قدامك بس اسكتي اسكتي اما بنطلع من الاستوديو بقى هنا بعد عنك الله لا يوريكي. فريزر بره. ربنا يديك الصحه ربنا يديك الصحه. صباح الهنا على ست الكل. صباح الفل يا شيخنا. انا شفت انا زعلانه قوي يا شيخ. نعم زعلانه قوي. زعلانه قوي؟ اه. اصالحك ليه؟ لا يا شيخ الحساب بتاعي اللي على الفيس اتسرق من امبارح مالوش عارفه ادخل خالص. ايه ده؟ حسابي على الفيس اتسرق. اذا كان الصفحه بتاعتي كلها اتسرقت. والله عندي صفحه اتسرقت كلها اللي هي الملك دي اتسرقت عندي. هي احسن احنا مش عايزين ملوك احنا خلينا متواضعين كده. طب نعمل ايه طيب يا شيخ انا زعلانه بس انا دلوقتي بحب اقول بقى لكل حبايبنا اللي على الجروب لو في اي حاجه اتنشرت باسمي انا مش مسؤوله عنها. والله انا بقول على تطلق انت شوف ارجعه ازاي. بصي انا من رايي تجيب واحد منادي ويخش على كل على كل الفيسبوك ويقول يا جماعه اللي لها صفحه متداريه جيبها لنا. صفحه تايهه يا جماعه. اه صفحه تايهه يا ولاد الحلال. صباح الفل يا ست الكل. صباح العسل يا سيدي. نهارك ابيض يا ست الكل. صباح الهنا. ميرسي ليك على تليفونك الحلو يا بابا. شكرا يا عم ملاد. يا صباح الفل. حقك انا بكلمك من ابو مروه مدينه الخطر. اللهم صل على النبي. حقك عليا النهارده. لا يا حبيبي ما عملتش حاجه صيامي. ليه بس؟ بس على كل انا بشكرك على كل اللي انت عملته امبارح والاول امبارح وكل حاجه. لسه لغايه يوم 7 يناير هفضل اشتغل. ربنا ما يحرمناش منك بس ربنا يدينا الصحه بس. الله يخليك. تأمرني يا عمي. الامر لله وحده. ام ايمن بتقول لك فين الصيف الكيكه الصيامي اللي قلت لك عليها؟ طاجن الكوسه الصيامي. اه بكره نعمل لك طاجن كوسه صيامي. كيكه صيامي ولا كوسه صيامي؟ ركز معايا يا عمي. بس يعني هي عملت كل كيكه صيامي. كيكه على عيني على عيني على عيني. امبارح كيكه صيامي بنار. طيب عايزه كيكه ثانيه ليه بقى عملت ايه؟ هو كتر فلوس ولا ايه يا ام امجد؟ اه عايزين نعرف طريقه المصري المشهور. على عيني يا ست الكل على عيني. سلم لي على الكاست اللي عندك كله. كل الناس اللي عندي بيسلموا عليك وبيحبوك يا عم. سلم لي على رومون حبيبي. رومون حبيبي بيصبح عليك وعم بتعمل له ابو عمر بيصبح عليك وكل الناس الحلوه بتصبح عليك. صباح الهنا على عمي. كده هنا بقطع واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك كده بقى يا عمي؟ طيب هنعمل ايه؟ انا كده بس عايز اجيبها لكم كده. كان ممكن احط دراي فروت جامد تاني اديها كريز واديها فواكه مسكره تاني بس انا ايه؟ قلت يا بخت منظار وخفف. كده ده اهو. ادي ده كده اهو. ادي سكر بودره.
بس كده. ده الكيكة بتاعتي اللي هي بالكيك شيفز بالفواكه المسكرة. ودي دايما في أوروبا كل سنة بيعملوها تعظيم سلام، هي والديك الرومي، عشان دي بتبقى مناسبه. بيجي منها انديفيدوال، في بيجي منها مدور وبتتربط كده، بيبقى شكلها شيك جدا، وبيحبوا دايما يبيعوها في الاعياد الميلاد، بيبقى بيزوقوها كده. بس انا بحب اعمل حاجه اللي هي لان ايه اللي في ايدينا، ما فيش داعي ان انا اعملها مدوره كده وادخلها الفرن وبعدين اطلع، يعني بتبقى ليها حدوته تانية كده. لكن هي دي نفس الطريقه الجميله اللي احنا قلنا حضراتكم عليها دي. كده هنجاوب على الاسئله اللي حضراتكم اللي جات لنا على الاس ام اس. مين يا فندم؟ سيره بالكنافه، حلو قوي. شربات الكنافه هجيب انا عندي حاجتين، يجيبه سريع يخليه يسوق على البطيء. لو على البطيء هجيب كوبايه ميه، كوبايه سكر، نص ليمون، احطه على النار لغايه ما يبقوا كوبايه واحده. لو على البطيء هحط كوبايتين سكر وكوبايه ميه ونص برتقانيه او ليمونه. وهو في عندنا سيرب خفيف وفي سيرب تقيل. السيرب الخفيف ده لو انا هسقي بيه البسبوسه او رموش الست، ده السيرب السيرب التقيل بيبقى للكنافه، للبسبوسه، لبلح الشام، ده السيرب التقيل. الفرق من ده لده بيستنى على النار وقت كتير لغايه ما يقعد زي ما بيقولوا، وبيبقى تقيل معايا. لكن الخفيف اللي انا هو كوبايتين على كوبايه، كوبايتين سكر على كوبايه ميه على نص برتقانيه، ده بيطلع بسرعه جميل هيعجب حضراتكم. غيره يا فندم؟ خلطه الجمبري المشوي يا جماعه، عندي ليمون وتوم وزيت زيتون وزعتر، توم وليمون وزيت زيتون وزعتر وشويه كمون، ملح وفلفل، كل دوت بتبله. لكن لازم افتح الجمبري من الظهر عشان اطلع السلسله الرملي بتاعي، السلسله الرملي بتاعته. بعد كده هتبله واشيشه في خله خشب وهشويه، هيطلع معايا زي الفل. غيره فول الصويا يا جماعه بنستخدمه في ايه غير اللحمه المفرومه؟ فول الصويا مكمل غذائي لجميع انواع اللحوم. لو بفرم لحمه عايز اعملها كفته هزوده بفول الصويا، لو عايز اعملها همبرجر هزوده بفول الصويا، عايز اعملها اي منتجات من منتجات اللحوم، هو بيبقى مع اللحمه فقط لا غير، للبرجر، للكفته، للهوت دوج، للحاجات دي كلها. لكن ممكن اعمله مع الفراخ، مش لازم يكون لحم. هو فول الصويا بيبقى مجروش وبيتباع بره في السوق مجروش، هيطلع معاكم مع اللحوم بالذات مش اكتر من كده. مفيش حاجة اسمها بورما يمني، أنا كنت في اليمن قبل كده ما سمعتش على البورما اليمني. مفيش فيها عندها ملوج وسحاوك وملوج وسلتة ولحم صغار ولحم حنيد ولحم مطبخ عربي. الكشري الاسكندراني بالعدس الأصفر، عندي بصلاية بحطها على النار تصفر، بنزل عليها بفصين توم ومكعب مرق وشوية كمون وملح وفلفل، وأنزل بالعدس بتاعي مع الرز، بصلة فصفرت مع الخلطة، بنزل بالعدس مع الرز واسقي بمية. في ناس بيحطوا له طماطم لكن أنا ما بحطوش طماطم، بحط رز قد العدس وأطلع بقى كده بالبايركس بتاعي أهو، بحط رز قد العدس وأحطه واسقيه زي ما بسقي الرز العادي وأسيبه لغاية ما يتشرب، هطلعه هيطلع عندي. بحب اعمل جنب منه شويه سلطه بلدي، اسلق خمس ست بيضات
واقشرهم واديهم شويه كمون او شويه كركم واقليهم او اقعد احرجهم في الزبده وشويه ترشي، هيبقى عندي حبه عدس او كشري بالعدس الاصفر، وانا شخصيا بموت فيه، كان دايما بتعمل لي كل اسبوع في البيت، ما اعرفش المره دي ما عادوش بيعملوه او طنش وما اعرفش ما عادش بتعمل لي. فطبعا الكشري اللي هو الاسكندراني لا يعلى عليه. الحواوشي طبعا بتعمل برضو حواوشي اسكندراني بعجينه البيتزا، وبرضو اللحمه بتاعتي بتبقى نيه. والحواوشي المصري بنجيب العيش بتاعنا الابيض شويه ما بقاش مستوي قوي، وفي بلاد في مصر بيعملوا عيش خاص للحواوشي. انا سمعت ناس بيجيبوا عيش للحواوشي خاص بيبقى عجينته تقيله شويه كده، لكن احنا هنجيب الرغيف بنص جنيه بره ولا جنيه وبفتحه وبحشي بيه الحواوشي. بجيب اللحمه المفرومه تكون ملبسه، ببشر عليها بصلتين كبار واديها كل التوابل اللي انا عايزها وشويه فلفل حراق لو عايزين شويه بقدونس. بعد كده بحشي بيه الرغيف وبعوصه بزيت زيتون، ولا بغطيه بورق جرايد ولا ورق لحمه ولا ورق المونيا ولا الكلام من ده. بفتح الفرن بحطه على الشبكه، هيستوي من فوق وتحت، هيطلع معايا كريسبي ومحمر ومقرمش زي الفل. طب انا عندي اطفال ومش عايزينه محمر ومقرمش، هطلعه من الفرن واحطه في حله واغطيه لمده 5 دقايق هلاقيه زي الفل معايا. هي هي كده جاوبنا على كل اسم اللي جات لنا وعلى كل الرسائل اللي جات لنا. بشكر على اخواننا العرب اللي اتصلوا بيا من جميع انحاء العالم وبالاخص من عند الرسول عليه الصلاه والسلام، وبشكر حضراتكم على حسن متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله بكره على خير. السلام عليكم ورحمه الله.